ايه الاخبار يا ناس يا حلوه، واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور مواقع. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الايفنت ليسنر. يعني ايه بقى الايفنت ليسنر؟ زي ما احنا قلنا في اول فيديو خالص كده، ان لو انت عندك حاجه عايزه ترن كل مره او عايز تعمل يعني ايفنت حصل في اي مكان في الكود بتاعك ينفذ كود معين، الكود ده اللي هو ليسنر، قاعد مستني بيسمع كده، يعني قاعد مستمع هل الايفنت حصل ولا لا، واول ما الايفنت يحصل ينفذ. زي اللي هنشوفه في مثال النهارده ازاي وانت بتعمل منتج جديد او برودكت جديد يحصل انه يبعت ايميل فعلي، وهنشوف برضه على الميل تراب زي الفيديو اللي فات ازاي الايميل هيوصل من خلال الايفنت لسن. في بس نقطه كمان كده، لو حد قال لك عايز يعمل كيو او يعني خليه في طابور او ما يبعتش الداتا كلها، هتزود بس يوز شوت كيو. يعني هي دي بس نقطه ما كتبتهاش في الكود، فيعني بقول لك من دلوقتي ان هي حاجه بسيطه جدا، هتقول شوت كيو بس. خلونا بقى نشوف الكود ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي، ويلا بينا. ودلوقتي هنشوف ازاي نعمل ايفنت ليسنر. زي ما قلنا هنبعت ايميل كل لما برودكت يتولد جديد، فهنقول مثلا اول حاجه فيو جديد لايميل نيو برودكت، هناخد بس الكود كوبي بيست القديم، وهو هو بتاع اليوزر اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات، وهنزود عليه دلوقتي اننا نقول له ان انت عملت برودكت جديد او نيو برودكت مثلا كرييتد، اسم البرودكت بعد كده ايه هو او برودكت باي يو، وهنقول اسم البرودكت هنا طبعا جاي لي كفاريبل برضو من هيبقى من الميلابل، وات التايم اللي هو الوقت او البرودكت ده اتكون فيه او اتعمل له كرييت فيه، كرييتد ات يعني. بعد كده ده شكل طبعا الفيو، ممكن تعملها بانكر لو انت عايز ايه، لو عايز لينك يعني يوديه على الايميل. بعد كده هنعمل كوبي تاني، ممكن طبعا تعملها بالترمينال او تكتبه عادي برودكت ميلابل مثلا، ونغير الاسم بتاعه هنا كلاس، اسم الكلاس هيبقى برودكت ميلابل مثلا، وهو هياخد اليوزر زي ما هو، وهياخد كمان البرودكت الداتا بتاعت البرودكت. زي ما قلنا قبل كده ممكن في الكونستراكت تعملها من خلال زي dependency injection او تبعتها اثناء وانت بتعمل send للايميل. كل ده احنا بنعمل mailable عادي زي المرة اللي فاتت، يعني احنا ما عملناش حاجة جديدة. وهنا هتقول new مثلا mailable او new product مثلا كون، وكنت طبعا الفيو بتاعك هنقول ان هو email new، او نشوف اسم email new product، email new product. وبعد كده الاتاتشمنت طبعا ما فيش، احنا مش هنبعت اتاتشمنت. ونيجي هنا بعد كده هنبدا نعمل بقى طبعا عند كرييت البرودكت، هنشوف البرودكت سيرفيس مثلا، وقت ما بيحصل اي كرييت لاي برودكت نيجي نبص هنا فين سند، هنا كرييت برودكت اهي جوه السيرفيس بتاعتنا. بعد ما يحصل عمليه الكرييت قبل ما يريتيرن انا عايزه يفاير الايفنت اللي احنا هنعمله. فيبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ايفنت وعايزين نعمل ليسنر. الليسنر هو اللي هيبعت الايميل، والايفنت هو اللي هيحصل هنا. هنقول بي اتش بي ارسن ميك ايفنت، ونسمي الايفنت بتاعنا مثلا نيو برودكت ايفنت او نيو برودكت ميل مثلا اي اسم. بعد كده هنعمل بي اتش بي ارسن ميك، وهنقول الليسنر الاي ليسنر، واسم الليسنر بتاعنا اللي هو مثلا send الايميل نفسه، send البرودكت ايميل او send برودكت ميل. وبكده احنا نكون عملنا الايفنت. طبعا الليسنر المفروض بيشاور على اني ايفنت، فهنعمل دبل داش ايفنت ونقول اسم الايفنت بتاعنا مثلا new product mail اللي هو الايفنت بتاعنا. قال مش لاقي ارسم، انا كتبها بالام هنخليها ارسن، وكده عمل كرييت سكسسفولي للليسنر. نرجع نبص كده في الاب بتاعنا، هنلاقي جوه الاب على طول في ليسنرز وفي ايفنتس. يبقى في الايفنتس اهو في الايفنت بتاعنا اتعمل، طبعا البرودكاست ده المسؤول عن الريال تايم.
اما في حته ان احنا دلوقتي بس بن ايفنت حاجه معينه لازم نسجلها جوه ايفنت سيرفيس بروفايدر كده كده. عشان نسجلها في الايفنت سيرفيس بروفايدر زي الليسنر او مين اللي لسن يعني اللي هو موجود قدامنا ريجسترد اللي هو يبعت النوتيفيكيشن او اللي هو الايميل يعتبر فيريفيكيشن، هنعمل زيها بالظبط بس للايفنت والليسنر بتوعنا. يبقى هنقول send email مثلا، نشوف احنا كنا مسمين الليسنر بتاعنا ايه اللي هو new product mail وجواه الليسنر بتاعنا، يبقى ده الايفنت بتاعنا وجواه الليسنر بتاعنا. الليسنر هنشوف اللي هو اسمه send product mail، وطبعا لو في ليسنر تاني هندخله تحتي لو كذا ليسنر بيسمعوا نفس الايفنت اللي بيحصل، يعني الايفنت الواحد ممكن يشيل اكتر من ليسنر. طيب هنفتح الايفنتس بتاعتنا ونعمل public variable عادي اسمه مثلا product بتاعنا، نفس اللي احنا بنعمله في الملاك لو خدت بالك، وطبعا هنا هياخده من الconstruct واحنا بننشئ event هتقول ان this of product مثلا بيساوي البرودكت اللي جالي. وبعد كده ده كده الايفنت بتاعنا جاهز، مش هتعمل اي حاجة تاني في البرودكاست او الكلام ده كله. والليسنر بتاعنا هتقول الهاندل هي دي الفانكشن اللي بتنفذ فيها اي حاجة، لو مثلا عايز تعمل تبعت ايميل او حاجة هناخد بس كود ارسال الايميل اللي هو خدناه قبل كده ونحطه جوه الليسنر بتاعنا، نشيل الكومنت ده ونحط الميل ماشي، نقول له انه ميل تو كذا وس ايميل مثلا ويسند نيو، بس بدل الميلابل القديم هنقول اللي هو نيو برودكت او برودكت ميلابل اللي احنا عملناه في اول الفيديو. طبعا هو عايز البرودكت، هتبعت البرودكت اللي هو جاي لك من الايفنت، يبقى ايفنت اوف برودكت. يبقى انت كده قدرت تستخدم البابليك variables اللي موجودة جوه الايفنت بتاعك اللي هي جات لك من الايفنت وقت ما الايفنت حصل له اطلاق او فاير. نبص بعد كده على السيرفيس بتاعتنا، اول ما يولد product عايزين نعمل event، وطبعا هنعرفها بالشكل الصحيح event dispatch، هتكتب event dispatch ونيو الايفنت بتاعك اللي هو كان اسمه new product mail وجواه البرودكت اللي اتكون عشان يقدر يبعت الداتا بتاعته في الايميل. نجرب كده نعمل برودكت جديد مثلا، هنشوف الاي بي اي بتاعت البرودكت كرييت برودكت هي دي، نبعت هيتاخر شويه طبعا لانه بيبعت ايميل هتلاقيه مش بنفس السرعه العاديه. هنا هو اداك انه كرييت ايميل كرييت برودكت مظبوط. نبص في الايميل بتاعنا هنلاقي فعلا في نيو برودكت اتكون ويلكم احمد وذيس ايميل سنت فروم ماي سيستم، وقال لك نيو برودكت كرييتد باي يو اللي هو اسمه برودكت واحد واتعمل في 12/11/2022 مظبوط. وبس كده، دي كانت استخدام الايفنت ليسنر، ممكن تستخدمها في اكتر من حاجه. وبس كده، دي كانت فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش لو عندك اي سؤال تقولي في الكومنتات تحت، وبرضو ما تنساش شوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، واستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جايه، واشترك في القناه عشان ما تبقاش من الهوايه.